وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي وحسنه، وقيل أنه مرسل. وقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا وصف لأعمال السحرة الذين يعقدون الخيوط، يعقدون الخيوط وينفثون على كل عقدة. النفث هو النفخ، النفث هو النفخ مع يعني مع ريق، النفث في نفث وهو دون التفل، فالنفث يكون نفخ مع ريق وهو أقل من التفل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من ذلك، من شر النفاثات في العقد. وقوله من سحر فقد أشرك، يعني إن السحر شرك. لماذا؟ لأن السحر كما سبق فيه استعانة بالشياطين، وفيه يعني تقرب إلى هؤلاء الشياطين بأنواع القرب والعبادات، أو وقوع في الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء بحيث يعني يعتمد عليه ويرجوه، فإن الله يكله إلى هذا الشيء الذي تعلق به. أما من يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه، من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فيكفيه ويحفظه ويتولاه.